ومن مبادرة ابن أديبا إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. مع مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا دينا، شكرا سحر. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. بحثت مصر ولبنان سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية. وخلال اجتماع انضم وزيري زراعة البلدين، تم بحث التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجالات زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي، فضلا عن بحث آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي للأشقاء في لبنان. اجتمع السفير هاشم بدر المنسق الوطني رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريستين عرب، وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها. كما أكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول بيئية مبتكرة، مشيرا إلى الاهتمام الخاص بتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي. انتخبت مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات قادمة وحتى عام 2026. يأتي ذلك تقديرا لجهود الدولة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الري الحديث. ويعد مجلس منظمة الفاو الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة، حيث يضم عددا من دول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة في تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة في جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائي. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع، إذ ضغط المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية، على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% إلى 78.47 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بما يعادل 2.9% إلى 73.86 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.27% لتصل إلى 2.56 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.3% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اندلع حريق كبير في منصة بحرية تديرها شركة النفط الحكومية المكسيكية قبالة الطرف الجنوبي لخليج المكسيك. وأوضحت الشركة أن إنتاج النفط تعرض لضرر كبير جراء الحريق، بينما سعت القوارب القريبة لإخماد الحريق بمدافع المياه. وتعمل المنصة في حقل كانتارلا النفطية التابع للشركة، والذي كان أحد أكثر الحقول إنتاجية في العالم. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بأن الطلب على الشحن الجوي تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة تقدر ب 2.4% في قارة أفريقيا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. وأوضح الاتحاد أن الشحن الجوي لشهر مايو في عام 2023 في قارة أفريقيا تراجع أيضا بنسبة 9% مقارنة بشهر إبريل من العام نفسه. وأرجع تقرير إياتا هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي إلى تباطؤ حركة التجارة بين قارتي أفريقيا وآسيا. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى دينا وسحر. شكرا لك مرنا إيهاب.